النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا للدعاء، وخاصة حال السجود حال خضوع وحال يعني التذلل، مناجاة الله عز وجل والانكسار بين يديه، هذه درجة من العبودية، درجة من العبودية ينبغي أن يعتادها العبد، وخاصة في العبادة في الصلاة في السجود في الدعاء في الذكر في الأوقات الخاصة التي تخلو بها بينك وبين ربك، اجتهد في أن فعلا تناجي ربك وأنت منكسر متذلل، تعرف مقام العبودية وتعرف مقام الألوهية، أنت عبد والله سبحانه وتعالى هو مالك سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا للدعاء، وخاصة حال السجود حال خضوع وحال يعني تذلل، وحتى الركوع أيضا، الركوع ترى تذلل راكع لله عز وجل، لكن السجود أشد، لكن اجتهد فعلا، اجتهد أن تعود نفسك أن تتذلل بيد الله عز وجل، وأن تنطرح بيده وتنكسر، وتلح بالدعاء، تلح بالذكر، تلح بالطلب ولا تمل. فهذا يعني كما قلنا هو جادة الاستقامة، لكنه أيضا يتالك على قرب من الله عز وجل.